مساء الخير. لم يعد دور الغرف التجارية والصناعية كسابق عهده. كان صخب الانتخابات ينتهي بمجرد إعلان النتيجة، وكذلك صخب نشاطها، فيعم الهدوء حتى موعد الانتخابات التالية. اليوم اختلف الحال، هناك رؤية طموحة، يعد القطاع الخاص أحد ممكنات تحقيقها، ونظام جديد للغرف التجارية يضعها أمام مسؤوليات أكبر في ظل الحراك الشامل الذي تعيشه المملكة لتحقيق تطلعات رؤية 2030. عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص لبلوغ الزيادة المستهدفة في الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم قاعدة صلبة يقف عليها اقتصاد محلي قوي يصنع الفرص الاستثمارية ويخلق فرص العمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني، ودور الغرف التجارية في تحقيق ذلك. يسعدني أن يكون ضيفنا الليلة رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان. أبو سعد، حياك الله معنا هذا المساء. حياك الله خالد، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء، وحيا الله السادة المشاهدين، وترحيب موصول بكم أعزائي المشاهدين. هلا أبو سعد، خليني أبدأ معك بسؤال عن سبب تغيير مسمى مجلس الغرف التجارية إلى اتحاد الغرف التجارية، وش اللي حيتغير غير المسمى؟ حقيقة اليوم مسمى اتحاد الغرف السعودية ضمن نظام جديد للغرف السعودية، يعني يتوائم ويتواكب أيضا مع هذه النهضة الشاملة في المملكة العربية السعودية على كل المستويات، مستويات الاقتصادية بشكل كبير، على المستوى الاجتماعي، على كل المستويات. اليوم احنا لما نشوف التطور الاقتصادي في المملكة اليوم على كل المستويات، دعم الدولة للقطاع الخاص، إعطاء القطاع الخاص دور كبير بحيث أنه يكون له جزء مهم من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ذكرته في مقدمتكم أنه يكون حدوده في 60%، أكثر من 60%. كل هذا يتطلب من مجلس الغرف السعودية أنه يتواكب مع هذه الرؤية، يتواكب مع هذا التطلع لولاة الأمر. اليوم الغرف السعودية في نظام جديد، من ضمن هذا النظام على سبيل المثال لا الحصر، اليوم فيه مؤشرات للقياس، تقييم دوري للغرف، إعطاء مجالس الإدارات أيضا فرصة للإصلاح. أنا حسألك إذا كان هناك تقصير. أنا حسألك عن نعم. واجبات ومسؤوليات اتحاد الغرف والغرف عموما، نعم. لكن كمسمى يعني وش الشيء الجديد اللي حيضيف الاسم أو تغيير الاسم؟ أنا أعتقد اليوم الغرف السعودية 28 غرفة عندنا اليوم. اليوم إحنا كنا يعني لما نقول اتحاد هذه الغرف 28 غرفة اللي يمثلون 28 منطقة اليوم المملكة العربية السعودية، يعني هو المسمى الحقيقي والمسمى الطبيعي يكون هو اتحاد لهذه الغرف من أجل دعم القطاع الخاص، تطلعاته، معوقاته، وشيء من هذا. يعني هو مجرد تغيير لأجل الشعور بالتجديد؟ لا أعتقد ذاك، لا أعتقد أنه هو الأقرب لحقيقة هذا التجمع للغرف السعودية لتمثل القطاع الخاص. جميل. أنت تكلمت عن نظام جديد للغرف التجارية صدر عن وزارة التجارة، أبي وش أبرز النقاط اللي تغيرت في هذا النظام الجديد عن النظام السابق، وكيف ستسهم في تطوير أداء الغرف التجارية؟ صحيح، أنا كنت في البداية استرسلت في بداية اللقاء، لبارجع لها اللي أنا أقوله. اليوم النظام الجديد للغرف السعودية يتواكب مع المرحلة الحالية التي نعيشها اليوم. اليوم المملكة العربية السعودية تعيش نهضة كبرى، اليوم متطلب من القطاع الخاص دور كبير. اليوم هذا النظام الجديد يصب في هذا الجانب. اليوم في الغرف مطالبة بإنجاز وبأعمال، وهذه يتطلب قياس دوري
متابعة دورية لأداء الغرف، هناك مقياس لمؤشر الأداء في هذه الغرف، ينتج عنه في بعض الغرف التي لا تتواكب مع هذه مع هذا التطلع مع هذه المتطلبات أنكم في تقييم المجالس إدارتها، وبالتالي ممكن إعادة تشكيل مجالس الإدارات حتى لو لم تكتمل مدتهم النظامية. إضافة لذلك اليوم في أيضا تشجيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اسمح لي أنه اليوم في 3 سنوات مجانا للشركات الصغيرة للشركات الجديدة بشكل عام، اليوم في السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في مجالس إدارة الغرف، وهذا يضخ دماء جديدة خبرات جديدة في مجالس الغرف بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين الموجودين في هذه الغرف هذا كل اللي تكلمت عنه تقريبا هو من حيث الشكل الحوكمة الأشياء، لكن كيف هنعكس على الأداء؟ يعني وش الدور الجديد اللي حتلعبه هذه الغرف اليوم؟ يعني أنت تكلمت عن أنه أنتم تمنحون يعني مهل مجانية للاشتراكات الجديدة أو المؤسسات، ما هو أنت في المقابل زدتوا أسعار الاشتراكات وأيضا أسعار التصديق على الوثائق تقريبا 100%. لا ما أعتقد ما في أي زيادة عليها لا حتى الآن ما في أي زيادة حتى تاريخ اليوم. طيب. اليوم حتى اليوم، لكن لما نقول احنا وش اللي نقوم به اليوم، الغرف السعوديه غرفه الرياض على سبيل المثال 200 الف شركه ومؤسسه، مجموع الغرف السعوديه اليوم حوالي 1,000,000 شركه ومؤسسه، تخيل هذا العدد الهائل 1,000,000 شركه لها متطلبات مع القطاع العام، لها متطلبات مع الوزارات المختلفه مع الهيئات المختلفه، هل تعتقد هذه 1,000,000 شركه يعني كل واحد حيراجع هذه الوزاره؟ الغرف اليوم تقوم هي بالتنسيق بمتابعه هذه التحديات المعوقات، دراستها، تقديمها بشكل منطقي ومقبول. هناك وجهات نظر قد يكون بعضها مبالغ فيه من قبل القطاع الخاص، قد يكون بعضها أقل من التوقعات. احنا في مجلس الغرف اليوم في الغرف السعودية نصيغ هذه المتطلبات ونتجهها للقطاعات الحكومية المختلفة، عمل الورش، عمل اللقاءات معها. اليوم احنا اليوم القطاع الخاص لا يستطيع في أي مكان في العالم إذا لم يكن هناك تعاون مع الجهاز الحكومي المشرع للقطاع الخاص، فاليوم الغرف دورها مهم وكبير ومطلوب، ولها اليوم 70 سنة اليوم في المملكة العربية السعودية، قام بها يعني من قبلنا اليوم بيقوم بها من بعدنا، والنظام الجديد اليوم هو يصب في تفعيل دور هذه الغرف تقوم بدورها. اليوم تخيل بدون الغرف السعودية مع التحديات اللي موجودة دائما في النشاط التجاري، دائما التحديات موجودة، دائما المعوقات موجودة، إذا لم يكن هناك تجمع أو من يمثلهم بشكل أو بآخر ويقدمها بطرق بشكل منطقي لمتخذ القرار بدراسات وبأشياء معينة، أعتقد أنه هذا يختصر وقت ويمثل عمل وإنجاز ونجاح. النظام الجديد يسمح بإنشاء أكثر من غرفة تجارية في منطقة واحدة إذا تطلب الأمر. نعم هذا النظام. ألا تعتقد أن هناك حاجة أن احنا بدل ما يكون عندنا أكثر من غرفة تجارية في منطقة واحدة أن نذهب إلى فصل اختصاصات هذه الغرف بحيث أنه تكون هناك غرف تجارية متخصصة حسب أنشطة القطاعات؟ والله اللي أنا من وجهة نظري أنا أعتقد اليوم الغرفة الواحدة مثلا يعني هي تشمل كل القطاعات الاقتصادية الموجودة. على سبيل المثال اليوم غرفة الرياض ما ينطبق عليها ينطبق على كل الغرف السعودية. غرفة الرياض اليوم فيها يمكن حوالي أكثر من 800 رجل أعمال متطوع، اليوم فيها حوالي 28 لجنة تشمل على سبيل المثال للحصر لجنة للصناعيين، لجنة للوجستية، لجنة للتجارة، لجنة للزراعة، لجنة لكل القطاعات، وينبثق من هذه اللجان لجان فرعية، بمعنى اللجنة التجارية هناك لجان للأسواق، هناك لجان لمحلات الذهب، هناك لجان لكل القطاعات المختلفة، هذه كلها تخدم هذه القطاعات وتساعد على حل معوقاتها وتحدياتها. لكن الشكل التقليدي لمجلس الإدارة أنه مكون من صناعيين وتجار، يعني ما تعتقد أنه يحد من فرص أنشطة جديدة نشأت في قطاع الاقتصاد؟ أعتقد أنه في النظام الجديد اليوم بيكون يعني خليني أعطيك مثال على سبيل المثال، يعني لماذا لا تستحدث مدن غرف صناعية متخصصة في مدن صناعية كبرى مثلا في الجبيل الصناعية على سبيل المثال؟ مثلا لماذا تكون هناك في أنشطة كالبتروكيماويات، التعدين، صناعات التكرير، لماذا لا تكون هناك غرف خاصة بهذه القطاعات؟ اليوم النظام يسمح بإنشاء غرف على سبيل المثال في نيوم، اليوم يمكن يكون هناك غرفة تجارية، غرفة تجارية تتواكب مع نيوم ورؤيتها، غرفة تجارية بتقنية عالية بشكل أو بآخر. اليوم في كل منطقة جديدة قد يكون هناك غرفة تجارية حسب الحاجة لها، فالنظام يسمح اليوم في هذا الموضوع. لكن ما زالت عندي أنا إشكالية فئات المترشحين، أنه صناعيين النظام الجديد أعتقد الآن مفتوح للجميع، مفتوح للجميع، ليس هناك استثناء لصناعيين أو للتجار، للجميع. طيب هل توافق على الرأي القائل أنه غرف تجارية ستكون أكثر فاعلية وتمثيلا لقطاعات الأعمال لو كانت مستقلة عن وزارة التجارة وجميع أعضاء إدارتها منتخبين وليس هناك منهم من هو معين؟
في المجمل انا اتوقع اليوم الغرف التجاريه هي تعاونها ليس مع وزاره التجاره لوحدها، هي مرجعيتها لوزاره التجاره بشكل او باخر، ولكن لها كل الحريه اليوم في لجانها وفي اعمالها وفي اجتماعاتها وفي حتى الاختلاف مع وزاره التجاره اذا تطلب الامر ذلك. بس ما اعتقد انه معوق باي حال من الاحوال، يعني ولا اعتقد انه اي احد من رجال الاعمال اليوم موجودين يعتقد انه هناك يعني تضارب في المصالح بين الغرف التجاريه او وزاره التجاره. اليوم احنا نتكامل مع القطاع العام، لا تتضارب الرؤى معهم، قد نختلف قليلا في بعض الامور، ولكن يظل هناك مصلحه عليا، يعني مصلحه عامه كلنا نهدف لها. اليوم احنا عندنا متطلبات في القطاع الخاص ومصرين، نعتقدنا من حقنا، ولكن الجانب الاخر في الوزاره المعنيه مثلا هناك توجه للصالح العام مختلف قليلا، احنا نلتقي في نص الطريق. فانا اتصور اليوم موضوع انه وزاره التجاره انها مشرفه بشكل او باخر على الغرف، مع يعني خلال الفتره الماضيه كلها من انشئت الغرف وحتى الان لا اجد انها تسبب اي اعاقه لهذا الموضوع. لكن كانت دائما تتحكم بمساله تعيين الاعضاء او الاعضاء يعني هناك يا رب ان هذا يفتقر للعداله لانه يطغى عليها المجامله، وغالبا تتأثر الوزارة بترشيحات الأعضاء الفائزين في المجلس بحجة أنه تحقيق الانسجام مثلا، أو يعني هل هذا فعلا يطبق العدالة؟ أنا أعتقد أنه يطبق العدالة بامتياز. الدليل اليوم في انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة، وليكن 12 اليوم مثلا مجلس الإدارة 18 في انتخاب، وهذا مجتمع الأعمال هو يصوت لهؤلاء 12. اليوم الستة اللي تعين من وزارة التجارة، أنا مطلع على هذا الموضوع، هناك فرز لعدد كبير من الأسماء بحيث يحقق التوازن يعني المهني العلمي المعرفي بشكل أو بآخر. وجدنا حقيقة أنه كل الاختيارات، يعني أنا أقولها يعني بشهادة حق، أنه كل الاختيارات كانوا يعني ناس فاعلين وكانوا فعلا مناسبين جدا. لكن في حالات كثيرة في السابق تم تعيين أشخاص خسروا في الانتخابات، وأنا أعلم أن هؤلاء يمتلكون الكفاءة والأهلية للفوز، وإن لم يكن الفوز للخدمة. لكن ما تشوف أن هذا يعني أن كون أن الوزارة تختار شخص خسر في الانتخابات لتعينه في مجلس الغرفة هو تقويض لإرادة الناخبين؟ أنا أعتقد اليوم لما نقول أنه الانتخابات وصلت 12 عضو للفوز، ويكون أحيانا في بعض اللي ما وصلوا عن طريق الانتخابات وللوزارة الحق في تعيين ستة، وتجد أنه من المناسب، ولا أنا يعني من خبرتي أو معرفتي أو اطلاعي حتى الآن لم أجد يعني تعيين مستند على اعتبارات غير واقعية وغير منطقية. ولكن أؤكد على النقطة هذه، أنه لاحظنا في الانتخابات في السنوات الأخيرة أنه ما في تعيين لأي من خسروا الانتخابات، هو تعيين لوجوه جديدة، شخصيات جديدة من خارج الخاسرين بالانتخابات. لكنها حصلت في السابق. حصلت في السابق، ولكن في آخر انتخابات أنا ما اطلعت عليها. ما اطلعت. طيب خليني بسألك سؤال، هل الغرف التجارية اليوم يعني تجاوزت الصورة النمطية أنها تخدم التجار ومصالح التجار وخاصة أعضاء النافذين فيها، وأنهم يستغلون هذه وجودهم في هذه الغرف ومناصبهم في هذه الغرف لاقتناص فرص استثمارية مع الأجانب أو في التمثيل للمملكة في الخارج، هل هذا ما زال موجود؟ أنا خليني أقول لك، أنا اليوم يعني الغرف التجارية لها 70 سنة اليوم، يعني غرفة جدة وغرفة مكة وغرفة الرياض لها برضو سنوات طويلة. اليوم هذه الغرف في صورة نمطية يعني غير عادلة عن الغرف. اليوم الغرف يعني أنا كنت في الغرف اليوم في الوقت الحاضر، ولكن قبل 15 سنة أو أكثر أنا ماني في الغرف، أنا رجل أعمال وماني في الغرف موجود، ولكنها خدمتني كرجل أعمال، خدمت مصالحي، تحديات واجهناها دافعت عن الغرف، قدمتنا، شرحت مواضيعنا وتحدياتنا. فأعتقد اليوم الغرف غير منصفة في بشكل أو بآخر في تقديمها، إنه الصورة النمطية أو الصورة الذهنية عن الغرف ليس يعني من وجهة نظري أنها ما هي صورة عادلة. اليوم لما نجد الغرف ودورها، أرجع أكد دور الغرف ودور كبير، يعني بدون الغرف السعودية، أنا أقول لك بدون الغرف اليوم لو شلنا الغرف اليوم في المشهد يعني الاقتصادي السعودي، أعتقد أنه من يمثل مليون شركة ومؤسسة؟ من يمثلها؟ هذا دور صعب. اليوم لما يقولون الغرف أنها تخدم أعضاءها، ما في عمل الغرف وأعضاءها ولجانها كلها على المكشوف، كلها أمام القطاع الاقتصادي بالكامل، ليس هناك يعني محاباة لأي أحد، ليس هناك فرص محددة لأحد. المجال مفتوح، الاقتصاد السعودي اليوم مفتوح للجميع، المنافسة اليوم عادية الحمد لله، يعني في ظل الأنظمة كثيرة قد يعني نذكرها بعد قليل. طيب أبو سعد، أنا بستأذنك نخرج في هذا الفاصل ثم نعود، فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الحوار.
أهلا بكم مجددا في هذا الحوار الذي أجريه مع الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية. أبو سعد، في تقرير عن الأداء وعن مهام اتحاد والغرف التجارية، نشوفها مع بعض. جميل. يعد مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة، ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً، وعلى تحقيق أهداف القطاع وخدمة الاقتصاد السعودي على صعيدين. وتعمل الغرف التجارية بالمملكة على تقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. وقد تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة والتدريب والدعم في استكشاف الأسواق الدولية. من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام. تاريخياً، جاء إنشاء الغرف التجارية قبل 71 عاماً بهدف مواكبة النهضة في تلك المرحلة ومعطياتها، فكان من الضروري إيجاد مؤسسات تواكب هذه المتغيرات قبل أن يصدر في عام 1980 النظام الجديد للغرف التجارية لإعطائها مزيداً من التحرك لتنمية قطاع الأعمال في مختلف مساراته، ليبلغ عدد الغرف التجارية حتى اليوم 30 غرفة منتشرة في المدن السعودية كافة. وتعمل مجالس الغرفة التجارية على معالجة التحديات، وذلك بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع كل منطقة، والعمل على التواصل مع الشركات المستهدفة محلياً ودولياً. للإجابة عن هذه التساؤلات يشرفنا أن يكون ضيفنا الليلة رئيس مجلس الغرفة السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان. أبو سعد، من الواضح أنه دور الغرفة التجارية واتحاد الغرف هو دور أساسي يعني في محركات الاقتصاد السعودي وتنظيمه وإدارته، لكن خليني أسألك بالتحديد عن في موضوع الخصخصة، وش دور اتحاد الغرف وإن يتقاطع عملكم مع الحكومة في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني؟ اليوم يعني الغرف السعودية يعني معنية بكل قطاعات النشاط الاقتصادي بما فيها الخصخصة، كل الأنشطة كل القطاعات معني فيها من خلال اللجان الموجودة في مجلس في اتحاد الغرف السعودية اليوم، وفي كل غرفة وفي كل غرفة تجارية كل غرفة فيها هناك لجنة تختص، مثلا لجنة الخصخصة تشمل للجان أخرى، لجان أخرى مثل اللجنة التجارية على سبيل المثال، وينبثق منها لجان، فاليوم لجنة المحتوى المحلي على سبيل المثال. فنرجع الموضوع لما تقول الخصخصة، الخصخصة هي جزء من اهتمامات الغرف السعودية واتحاد الغرف السعودية. لكن هل أنتم شريك مع الحكومة في اتخاذ القرارات، ولا بس لجانكم هاي تطلع توصيات وترفعها وهذا دورها؟ أعتقد اليوم إحنا شريك في جانب مهم، ولكن نحتاج إلى زيادة الشراكة. أبيك تفصل لي بها المسألة. نعم، ولكن زي مثل ما ذكرت لك نحتاج إلى زيادة في التعاون. اليوم يعني قد يكون في وزارة ما، في بعض الوزارات مثلا، ولتكون مثلا وزارة الموارد البشرية مثلا على سبيل المثال، يعني هناك تفاهم ونقاش وورش عمل مستمرة بين القطاع الخاص وبين الوزارة. هناك يعني وإحنا ننظر من زاويتنا إحنا كقطاع خاص وعن تحدياتنا وعن إمكانياتنا وعن الصعوبات اللي تنواجهها، تظل الوزارة أنها هي تنظر بشكل أوسع، تنظر للصالح العام، تنظر لمناطق مختلفة أو نطاقات مختلفة عن هذا الشيء. احنا نحاول نصل معهم إلى حل وسط، إلى تعاون وسط بشكل أو بآخر. فاليوم تقول لي أنه هل أن العلاقة يعني فيها تعاون، فيها تواصل؟ نعم فيها تواصل، نعمل حقيقة في الزيادة، ولكن في الوقت الحاضر نجد أنه حقيقة يعني التواصل مقبول ويصب في التوجه العام للدولة اللي نشوفه اليوم، اللي هو اليوم تمكين القطاع الخاص. اليوم إن سمحت لي، اليوم بتمكين القطاع الخاص، اليوم لما نشوف اليوم الدولة في اهتماماتها، لما جت جائحة كورونا، اليوم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو سيدي ولي العهد خلال الجائحة قدمت أكثر من 200 مليار دعم للقطاع الخاص، يعني على أساس أنه ينجح، أن القطاع الخاص يتعدى هذه الأزمة. اليوم لما نجد يعني الدعم المستمر، اليوم أنا أعتقد أنه مكافحة التستر هذا دعم للقطاع الخاص، هذا تمكين السعودي والقطاع الخاص أنه ينجح. اليوم كل نجاح يتبعه نجاح آخر، اليوم كل فشل مؤسسة وشركة يتبعه فشل شركات
المجاورة. اليوم تم تمكين المرأة اليوم في العمل، وهذا يحقق قوة اقتصادية للأسرة وبالتالي قوة اقتصادية تخدم القطاع الخاص. اليوم المحتوى المحلي، المحتوى المحلي هذا مفيد للقطاع الخاص. اليوم لما نقول لك الجهات الحكومية، الجهات الحكومية كلها تشتغل اليوم وتنجز لمصلحة القطاع الخاص. احنا يعني ما لما نقول هم يملون او ما يملون، لا، احنا نشتغل مصلحة مشتركة، احنا فريق مع بعض، نجاحهم نجاح لنا. احنا لو فشلنا كقطاع خاص هم فشلوا، لان احنا جزء مهم اليوم في الرؤيه. يعني ولايه الامر وضعوا القطاع الخاص اليوم جزء نجاحها، جزء من الرؤيه. اليوم بضيف ايضا انه موضوع المحتوى المحلي هذا 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 هذا, هذا يعني نجاح كبير للقطاع الخاص، بيترتب على هذا الدعم نجاح كبير. اليوم في قرار اخير عن موضوع دلاله المنشا، اليوم هذا دعم للمصنع السعودي، انه يحقق له دعم كبير، دعم للمستورد حتى السعودي. هل ممكن ينعكس هذا على خفض كلفة الإنتاج وبالتالي خفض كلفة الأسعار على المستهلك؟ اليوم لما يكون المصنع السعودي يعني والمحتوى المحلي، اليوم احنا السوق السعودي من أكبر الأسواق قوة شرائية. اليوم المصنع السعودي لما يكون إنتاجه بمبلغ ما، لما يرتفع هذا الإنتاج المصنع بيصير عنده قدرة على التوفير، على إنتاج السلعة بسعر أقل، وبالتالي ينعكس على الأسعار. نعم، هذا جواب على سؤالك. نعم، كل ما يمكن تعطى الفرص للقطاع الخاص السعودي، كل ما يمكن انه يزيد انتاجه وبالتالي يستطيع التحكم في التكلفه. طيب، انت ضربت مثال بوزاره الموارد البشريه. نعم. والتنميه الاجتماعيه كجهه متعاونه وفي هناك تعاون وثيق بينكم. عطني امثله على جهات او في مساحات اخرى لا يوجد فيها مثل هذا التعاون، او تشعر بان هناك في حاجه الى مزيد من التعاون فيها. أبا أعطيك مثال، لكن بضيف مثال آخر. اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم القرارات اللي تصدر تنعكس على القطاع الخاص، يكون فيها ورش مستمرة في اتحاد الغرف مع الغرف المختلفة، يقومون بزيارات كل الغرف السعودية والجلوس مع اللجان المختلفة، بحيث أنه لما يطلع النظام يكون هم اللي صنعوه، هم اللي ساهموا فيه بشكل أو بآخر بما يحقق مصلحتهم ولا يتعارض مع الصالح العام. اليوم هذه يعني حقيقة وزارة الشؤون البلدية والقروية يعني تواصلهم رائع بكل المقاييس مع القطاع الخاص. لما تقول لي أنه اليوم التعاون بشكل أو بآخر في الجزء الغالب العام، اليوم لما نشوف يعني توجيهات سمو سيدي ولي العهد اليوم، يعني نجد أنه القطاع الحكومي يعني ونشاطه ومتابعته يعني وحرصه، يعني بان الجائحه لما ذكرت لك قبل قليل، يعني كان في يعني حرص كبير على القطاع الخاص انه 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 ينجح، انه لا يتعثر. فهذه كلها انا اجد انه الجانب الايجابي طيب جانب كبير. سعد، انت ما تبغى تجاوب يمكن جواب مباشر، لكن اذا كان الامر كما تفضلت. نعم. وكل متعاون معك وكل. نعم. قاعد يعطيك. نعم. وينفذ. نعم. التوجيهات، طيب لماذا يشكو القطاع الخاص اليوم من الضغوط اللي يعاني منها، المقابل المالي للعمالة، تأثير زيادة الجمارك، الضريبة المضافة وانعكاسها على القدرة الشرائية لدى أفراد المجتمع، كل هذه المعوقات يشكو منها القطاع الخاص. شكرا جزيلا على السؤال. يعني أنا أتمنى يعني شكرا جزيلا حقيقة. شكرا جزيلا على السؤال. خليني أقول لك حاجة. لا بعيد عن الحرج حقيقة، أشكرك على السؤال. اليوم القطاع الخاص في كل مكان في العالم، النشاط التجاري هناك مخاطر، هناك ريسك، يعني ما في قطاع ما في مخاطر. اليوم في المملكة العربية السعودية تركنا في وقت ما في أي مقابل يندفع من القطاع الخاص، خلينا نكون واضحين، نكون يعني منطقيين وواعيين. اليوم ما كان يندفع أي مقابل لأي خدمة، ما في أي شيء، وهذا غير صحيح وغير صحي. اليوم الدولة عليها التزامات، عليها أشياء كثيرة، هذه من وين بتجيبها؟ لازم بتجيبها أنه يكون في مشاركة، وهذه ترى ما اخترعناها، احنا موجودة في كل مكان في العالم. اليوم على المجتمع بشكل عام انه يساهم فيها. اليوم لما تقول لي يكون في، انا بقول لك على سبيل المثال ولا زال، ولكن ما اذكرها على اساس ما يعني ما يترتب، خليني احكي لك نقطة. اليوم لما نقول يعني في 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 التحديات اللي يواجهها، يا اخي انا اقول لك في اثناء أزمة كورونا، الأزمات حول العالم والقطاع الخاص حول العالم يعني اثاره مدمرة مقارنة اليوم بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية اليوم من أنجح الدول تعامل مع الأزمة ودعم للقطاع الخاص السعودي. اليوم أقول لك شيء، مثلا لما كان المواد الغذائية في أستراليا وفي لندن كانت المتاجر تفرغ من هذه المواد، القطاع الخاص السعودي كان هو مناخ يعني حر في التعامل، فكانت المواد كلها متوفرة على طول وقت الأزمة. أنا حسألك عن تحديات جائحة كورونا. أرجو أنك جاوبت على السؤال هذا، ما جاوبت ندقق عليه. ما راح أدقق معك أنا. لا دقق، خذ راحتك. لكن راح أرجع بعد الفاصل وفي سؤال آخر حسألك عن استقرار
سلاسل الإمداد وأيضا عن الظروف اللي واجهها الاقتصاد السعودي في جائحة كورونا. فاصل قصير ثم أعود وواصل هذا الحوار. أهلا بكم مجددا في هذا الحوار الذي أجريه مع الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية. أبو سعد، هناك من يرى أن القطاع الخاص كان في فترات سابقة يقود التغيير ويؤثر في القرارات الحكومية وفي الأنظمة الخاصة بممارسة التجارة. اليوم كأنه هناك يعني من يشكو من أنه بات على الهامش، أصبحت الحكومة اليوم تقود الحراك، أصبح القطاع الخاص كأنه متخلف عن الركب، كأنه لا يواكب خطط الدولة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة. كيف تعلق على هذا الرأي؟ أنا أعتقد إذا كانت الحكومة هي تسبق القطاع الخاص في ما نراه اليوم من التطوير الإيجابي والمسارعة، موضوع زي ما ذكرت لك قبل قليل، موضوع التخصيص، موضوع مكافحة التستر، موضوع تمكين المرأة، موضوع المحتوى المحلي، موضوع كل هذه الأنظمة، إذا كانت الحكومة تسبق القطاع الخاص فشكرا للحكومة حقيقة، وهذا يعني وهذا شيء إيجابي احنا نرحب فيه. بالعكس احنا نتمنى الحكومة دائما تسبق القطاع الخاص، لكن هنا الحكومة تعوض قصور منكم كقطاع خاص. خليني أقول لك شيء، إحنا لما الحكومة تقوم بهذا الدور ليس قصور، ولكن هذه الأنظمة هي تشريعات، والتشريعات هي مسؤولية الحكومة بشكل أو بآخر. إذا كانت الحكومة تقوم بأشياء استباقية، يعني أنا أقول لك شيء، على نحكي عن ضريبة القيمة المضافة تخص العقار على سبيل المثال، تشمل من مستهلك الوحدة السكنية شقة إلى أكبر مشروع، اليوم كانت 15%. إحنا في اتحاد الغرف السعودية كنا نعمل على دراسة وتجهيز دراسة ورفعها للمقام الكريم. مقام كريم استبقنا وخفض هذه الضريبة من 15% إلى 5% في وقت وجيز، هذا دليل على أن الحكومة تسبقنا، وهذا سباق إيجابي ونرحب فيه. فاليوم بالعكس احنا نقول شكرا للحكومة أنها تسبقنا في هذا الموضوع. وما في شك احنا نقول أيضا شكرا للحكومة، لكن هذا لا يعفيكم من أنه هناك قصور في القطاع الخاص. أنا ما أتكلم هنا عنكم كمؤسسات في غرف وفي اتحاد. أنا خليني أسألك إياه بسؤال من زاوية أخرى. هل تعتقد أنه اليوم في ظل هذه الرؤية، في ظل هذا الحراك، في ظل هذا التغيير الكبير اللي قاعد ينشأ في المملكة على مستوى الاستثماري والاقتصادي، أنه القطاع الخاص بحاجة لتغيير ثوبه، بحاجة لمواكبة هذا التغيير، بحاجة لأن يخلع ثوب الاعتماد على الإنفاق الحكومي، أن يبدأ هو كمحرك أساسي ينوب على الحكومة في توليد الوظائف، في صناعة، في دعم الاقتصاد الوطني؟ أنت ما تشوف أن الاقتصاد إلى الآن ما زال غير متمكن من هذا الدور؟ خليني أقول لك حاجة، وبرضه أشكر الحكومة اليوم على اليوم لما نقول مشاريع التخصيص، هذا تمكين للقطاع الخاص، وهذا يأتي من الجانب الحكومي اليوم يشكرون عليه، تمكين القطاع الخاص أنه يتمكن في عمليات التخصيص، وهذا بينتج عنها تطوير لهذه العمليات، زيادة وظائف اليوم، الفرص اللي نشوفها السياحة، هذا 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 قطاع بدأ من الصفر، وهذا قطاع كبير، قطاع الترفيه، قطاع التعدين، حكينا في أشياء أخرى مثل المحتوى المحلي، هذه بالعكس أنه اليوم الحكومة هي تساعد القطاع الخاص في أنه يتطور ويكبر بشكل أو بآخر. طيب ايش دوركم او ايش دور القطاع الخاص في دعم التنميه الاقتصاديه وفق رؤيه 2030، علما ان الاقتصاد طبعا هو من اهم الممكنات في تحقيق هذه الرؤيه؟ القطاع الخاص مطلوب، يعني دوره انه ينجح، القطاع الخاص نجاحه حيترتب عليه توظيف اكثر، دخل يفيد الاقتصاد السعودي، صناعه سعوديه اكبر، نجاح الشركة السعودية في الحلول محل المنتجات الأجنبية أو الشركات الأجنبية، هذا كله هذا دور. هل الاقتصاد يملك هذه الأدوات؟ يملكها أكثر من أي من كثير من دول العالم. الاقتصاد السعودي اليوم لا، أنا أتكلم عن القطاع الخاص وليس القطاع السعودي. القطاع الخاص السعودي قطاع متقدم، القطاع وقطاع قوي، وقطاع يعني عنده استعداد على المنافسة، والدليل اليوم احنا لما شفنا يعني الرؤية يعني من 2015 تقريبا إلى اليوم في تحولات كبيرة، تحولات ضخمة، وهذه كلها هذه يعني اللي شفناها، هذا القطاع الخاص واجه صعوبات لا شك، ما تنكر. طيب ما تنكر، ولكن اليوم آفاق
الثقة وآفاق التفاؤل في الاقتصاد السعودي آفاق كبيرة. كل الشركات اليوم والمؤسسات كلها اليوم تنظر للفترة الحالية والفترة المقبلة على أنها فرص، منطقة فرص، وليست الشركات السعودية فقط ولكن الشركات الأجنبية. طيب أبو سعد، خليني أسألك سؤال بس باختصار جملة عليه، وش أبرز التحديات اللي تواجه القطاع الخاص اليوم؟ اليوم تحدي، أنا شوف اللي أشوفها التحديات اليوم هي تحديات موجودة في كل مكان في العالم. يعني التحديات اللي أشوفها، ما عندنا تحديات، إحنا شيء مختلف عن 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 عباد الله في الكرة الأرضية، ما عندنا تحديات. أنا أقولها بكل صراحة، إحنا عندنا كان ما عندنا أي التزامات، ما كان عندنا أي ضغوطات. اليوم هي صار في تنظيم جديد، صار في عدم اعتماد الدولة اليوم على النفط، يجب أن يساهم، يجب أن يكون فيه رسوم، يجب أن يكون فيه مثل ضريبة القيمة المضافة. هذه أشياء منطقية، أنا أشوفها أنها أشياء منطقية وأشياء معقولة. طيب خلينا نقول حاجة، إحنا نقول لما يقول القطاع الخاص إنه هذا عليه ضغط، لا، القطاع الخاص عليه إنه يعمل وينجح. الدولة اليوم تدعم بكل ما تستطيع من دعم، عليها إنه ينجح ويفي بالتزاماته، التزاماته الوظائف، التزاماته بعض الرسوم، بعض الضرائب، هذه التزاماتها القطاع الخاص في كل مكان في العالم، ليست حكرا على المملكة العربية السعودية. بس يعني الضرائب أو الرسوم، الضريبة المضافة أو ضريبة المنشآت التجارية أو حتى الجمارك، هذه رسوم يعني مستحقة للدولة. لكن أنا أبغى أتكلم إيش أسهمكم أنتم كقطاع خاص، كشركات، كهذا في دعم الاقتصاد الوطني. لا يمكن أنه أنا أقول والله أبغى أواجه الظروف من خلال فقط الرسوم والضرائب والجمارك. هذا يعني شيء يخص الحكومة، لكن أنتم كقطاع خاص كيف تسهمون في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الهدف اللي هو تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي؟ لأنه إحنا عندما نتكلم عن اقتصاد وطني يخفف من الاعتماد، لا نتكلم عن رسوم وضرائب فقط وجمارك، نتكلم عن أدوات أخرى الحقيقة. هل أنت تشعر أن اقتصادنا اليوم قاعد يقدم هالدور؟ إحنا قاعدين نشوف أنشطة كثيرة قاعدة تعاني. أنا أعتقد أنه بي 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 يعني خلينا نقول كده ببساطة، نجاح الشركات السعودية، نجاح المؤسسات السعودية هو خدمة للقطاع للاقتصاد السعودي. إذا نجحت الشركات السعودية، وهذا ما يعني ما تعمل عليه وما تعول عليه الدولة وما يعمل عليه المسؤولين اليوم، أنه نجاح الشركات السعودية نجاحها هو 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 المطلوب من 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 الدولة اليوم. زي ما قلت لك، إذا نجحت الشركات والمؤسسات وظفت أكثر، قدمت ضرائب أكثر، قدمت رسوم أكثر. أبو سعد، في أزمة ببساطة، خلال أزمة جائحة كورونا قدمت الدولة حقيقة دعم كبير للقطاع الخاص. كيف تعاملتوا مع أزمة هذه الجائحة؟ كيف ضمنت المملكة أو ضمنت الشركات والمؤسسات القطاع الخاص استقرار إمدادات وسلاسل الإمداد، وتكون المملكة بالفعل زي ما تفضلت أرفف متاجر مليئة، استقرار تام في توفر جميع الاحتياجات والسلع؟ يعني اليوم احنا لما شفنا يعني الإجراءات اللي عملتها الحكومة السعودية حقيقة خلال الأزمة، يعني كانت مضرب مثل على مستوى العالم اليوم. يعني كانت وكان دعمها للشركات والمؤسسات السعودية وأيضا دعم للمواطنين وللمقيمين على كل المستويات في كل مكان بالعالم، لم يكن هناك دعم مماثل. اليوم زي ما نرجع نقول أنه اليوم حكومتنا الرشيدة اليوم في طلبها أن ينجح القطاع الخاص، هي لما قدمت أكثر من 200 مليار ريال لدعم الشركات والمؤسسات وبالأخص الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا طلب يعني دعم لنجاح الشركات والمؤسسات. نجاحها هو نجاح للاقتصاد الوطني. طيب فشلها هو فشل للاقتصاد. أبو سعد، أعطني التفاصيل، يعني هذا كلام جميل. كلنا عارفين يعني ونشكر فيه الدولة، لكن أعطني التفاصيل، كيف أسهمت هذه الحزم اللي قدمتها الدولة في أنك القطاع الخاص يتمكن من تأمين هذا؟ وش الإجراءات؟ أعطني مواقف. مواقف حصلت والله أنه الناس ما تعرفها، كيف تصرفتم؟ كيف أجريتوا اتصالاتكم؟ كيف ضمنتوا للتجار أن يتمكنوا من مساهمة في استقرار الأسواق؟ يعني أثناء الجائحة احنا كنا في صدد طلب الدعم من الحكومة، وحقيقة كان رد الفعل أسرع من حتى الطلب حقنا، يعني كانوا مبادرين حقيقة. اليوم لما كان في فترة طلبت من البنوك السعودية أنه تأجيل كل القروض على الشركات والمؤسسات، وضخت في البنوك السعودية مبالغ هائلة، قلنا مجموعة الدعم حوالي أكثر من 200 مليار، لما أعفت رسوم، لما أجلت رسوم، لما أعطت الرواتب الموظفين القطاع الخاص، رواتب، دفعت رواتب القطاع الخاص، هذا دليل انه نحتاج الشركات. طيب انا تستمع. ما تبي تعطيني تفاصيل؟ هذه معلنه انا بغيت شيء. هذه اهم شيء لما نحكي نقول يعني اكثر من 215 او 220 مليار، ما في اكثر من هذا. بادرت الغرف بشيء
في اتصالاتها الغرف طبعا بادرت في اشياء كثيره، بادرت في يعني انا بقول مثلا على سبيل المثال كنا احنا نطالب وكنا في موضوع موظفين الشركات والمؤسسات انه الشركات اليوم صار فيه اغلاق ما تقدر تدفع رواتب بعضها، فاليوم استبقتنا الحكومه بانها دفعت جزء من رواتبهم فتره معينه. اذا كان مبادراتكم معتمده على الحكومه، طيب اعطيني بس خليني بس بس انا بس اليوم لما نقول تعتمد على الحكومه طبعا معي نص دقيقه واطلع طبعا احنا نعتمد على الحكومه. بس ابغى اسالك هذا السؤال متعلق بي ايضا، ونجاحنا مفيد للحكومه. هل برزت فرص استثماريه خلال الجائحه؟ بس باختصار أعتقد نعم. اللي يعتمد على التقنية والإنترنت نعم. أبو سعد أبا أستاذنك في هذا الفاصل ثم نعود لنواصل هذا الفاصل القصير ثم نعود لمواصلة هذا الحوار. أهلا بكم مجددا في هذا الحوار الذي يجريه مع رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان. أبو سعد أهلا بك مرة أخرى. خليني بسألك سؤال قبل ما أعرج على حق الآخر وهو حق العقار. أنتم كاتحاد غرف تجارية ما هي اقتراحاتكم لحلول لتقديم حلول لمعالجة التضخم؟ لمعالجة التضخم، تضخم في أي مجال؟ في كل مجالات وخاصة مجال المواد الغذائية اللي يؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أعتقد اليوم يعني التضخم بشكل أو بآخر في المملكة العربية السعودية يعني في مجال المواد الغذائية خاصة تحديدا، أنا شخصيا ما أجد أنه يعني أنه في تضخم مبالغ فيه. يعني كم حجم التضخم؟ الأرقام لما نحكي عن التضخم كم نحكي عن الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي؟ يعني هل عندكم أرقام أنتم في هذا الموضوع؟ لا بس أنا أعرف أنه الكل يشكو من أنه هناك في المواد الغذائية التضخم يعني في المواد الغذائية في المواد الغذائية. لا أنا ما أعتقد، أنا أتصور المواد الغذائية اليوم في المملكة العربية السعودية وفي والأجمل أنه في اليوم تنافس كبير في المملكة العربية السعودية بين الشركات، تجد أنه الصنف الواحد من أي نوع تجد فيه عشرات الأصناف، ففي الإمكان الاختيار بينها. طيب وفي موضوع ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة لها أسبابها، كل قطاع له أسبابه. الغذائية، الغذائية أنا أعتقد أنه في منافسة كبيرة في السوق، في اليوم عرض كبير، والعرض ومهم بالنسبة لي أنا أن يكون العرض أبو سعد يكون التنافس يكون العرض. أبو سعد أنت تروح تقضي بنفسك ولا أحد يقضي لك؟ بغض النظر بغض النظر بغض, بغض يعني النظر إذا أنت لا تعترف أن هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية؟ نعم. لا أنا الارتفاع طبيعي، الارتفاع في كل مكان في العالم، والمملكة العربية السعودية ليست يعني مختلفة عن غيرها في هذا الموضوع. أنا أقصد أنت اليوم شايف يعني أشياء مبالغ فيها في المواد الغذائية، أنا ما أعتقد ذلك. الرز عندك 20 نوع، السكر عندك 20 نوع، الزيت عندك 20 نوع، سمى شئت يا أخي. المواد الغذائية اليوم هل هل اليوم أنا أشوف اليوم التمور في طيب في بريدة بس على السريع كرتون 3 ريال معليش أو أقل. أنت تتكلم عن الخيارات والبدل، أنا اسمح لي أنا أتكلم عن منتجات. أعطني نسبة التضخم. أنا أتكلم عن منتجات أنا أعطني نسبة التضخم. أنا ما أعطيك نسب لكني أنا أعطيك أسعار. يعني ما أعطيك أنا منتج كنت أشتريه بهذا السعر وخلال 3 سنوات يتدبل سعره إلى مرة ونص، هذا يعتبر شيء غير منطقي ولا يمكن أن يكون البديل أنه أنا أذهب إلى بضاعة رديئة حتى أنه والله أقول عندي خيار. بالعكس شركات منافسة بينها اليوم. طيب عشان بس ما نضيع وقتنا في نقاش يبدو أنه ما رح نتفق فيه ما يضر، لكن خليني أروح لموضوع العقار. على الطاولة هذه كان معي معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وفي هذا البرنامج أعلن عن صدور توجيه كريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي. ما هو برأيك أثر هذا التوجيه من وجهة نظر اقتصادية على الاقتصاد السعودي؟ هذا أيضا يقودني إلى أنه اليوم لما صار التوجيه الكريم حقيقة هذا هو برضو استباق وسبق للقطاع الخاص أنه لتشجيعه ودعمه. اليوم التوجيه الكريم حقيقة بأنه الصكوك اللي بمخططات معتمدة أنها يجب ألا توقف أنها تستمر، والرجوع على يعني من لديه مخالفة أو شيء من هذا القبيل وعلى حسن النية ألا يتضرر، وهذا كان كلام معالي وزير العدل أثناء لقائنا. اليوم هذا يصب حقيقة يعني هذا القرار رائع بكل المقاييس، يخدم القطاع الخاص حقيقة بشكل كبير، يخدم موثوقية الصكوك. موثوقية الصكوك اليوم مرتبطة بالإقراض، مرتبطة بأسعار الفائدة على الشركات، وهذا يقودنا أيضا إلى الأسعار. الشركات إذا قدرت على الإقتراض بسعر أقل هذا بيكون مفيد لها بحيث أنها تقدم منتجاتها بسعر أقل. اليوم هذا القرار رائع، يتبعه اليوم لجان منشأة أيضا للنظر
في اصحاب السكوك الملغاه او الموقفه اللي هم حسني النيه، وهذا حقيقه يعني ايضا في توجيه كريم في هذا الموضوع. كل هذه الاشياء نتامل ان شاء الله انها تنجز سريعا من الجهات التنفيذيه، بحيث انها تكون، وهذا من الاشياء اللي القطاع الخاص اليوم ينتظرها بفارغ الصبر ان هذه تنجز، لاني انا اعتقد انه هذه حتكون داعم كبير للسيوله في المملكه العربيه السعوديه، داعم للسيوله مع القطاع الخاص. اليوم يعني الجهات المعنيه بالتنفيذ يعني المقام السامي ما قصر في هذا الموضوع، مع الوزير بشرنا في هذا في اثناء اللقاء، لكن نحتاج من الجهات التنفيذيه المشتركه انها تبت في هذا الموضوع. في يعني هذه انا لما نقول احنا القطاع الحكومي حنعطيكم عتب في هذا الجانب، احنا نتامل انه يكون في سرعه فيه، نتامل موثوقيه الصكوك اليوم مهمه جدا للمستثمر السعودي، المستثمر الاجنبي تبنى عليها اشياء كثيره، يبنى عليها استثمارات. صحيح احنا نؤكد انه في كان في تعديات على القطاع على 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 على, على, على املاك الدوله في اشياء، وهذه يحاسب اصحابها، ولكن على حسن النيه واللي دفعوا اموالهم انه هذه تنظم الامور بسرعه، بحيث انه يستمر القطاع الخاص في اداء اعماله، وهذه بما ببالغ ليست سهله. طيب سمو ولي العهد ذكر بان اكثر من 95% من المطورين العقاريين المتواجدين في السوق هم بدائيين جدا. نعم نعم. كيف تعلق على ذلك؟ احنا اخذنا هذا الكلام على انه توجيه، لان احنا في القطاع الخاص باتحاد الغرف السعوديه كان اللقاءات مع اللجان العقاريه المختلفه. اليوم احب اقول انا من هذا المكان، اليوم ما في مخطط يصدر في المملكه العربيه السعوديه ما يكون مكتمل الخدمات، بمعنى انه لا يمكن فرز صكوك او افراغ صكوك للمستفيدين منها اذا لم تكن مكتمله الخدمات من كهرباء واناره وسفلته ومياه وصرف وتشجير، كل الخدمات تكون موجوده بهذه الطريقه. اليوم لن يفرغ اي قطعه ارض في المملكه العربيه السعوديه بدون ما تكون هذه الخدمات موجوده، وهذا توجيه يعني اعتبرنا كلام سمو سيدي ولي العهد توجيه عملنا بموجبه اليوم، واحنا في تواصل مستمر. اخرها كان قبل حوالي اسبوعين مع وزاره الشؤون البلديه والقروبيه ومع وزير المياه حول هذا الموضوع، بحيث انه الخدمه تصل الى 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 باب المستهلك. طيب ما تشوف انه اسعار العقارات في المملكه خاصه في مدينه الرياض مبالغ فيها بشكل كبير؟ هل ترى هذه الأسعار منطقية على سبيل المثال؟ هل ممكن نشوف انخفاض لهذه الأسعار قريبا؟ خليني أقول لك، اليوم منطقة الرياض يعني تراجع استراتيجية المدينة، استراتيجية المدينة وضعت من سنوات طويلة، اليوم هذه الاستراتيجية تراجع مع ما يترتب على هذه المراجعة اليوم من إيقاف لمنطقة شاسعة حوالي 400 مليون متر مربع اليوم تعمل عليها هذه الاستراتيجية. اليوم بمجرد صدور هذه الاستراتيجية والتوجيه بها، القطاع الخاص اليوم على أهبة الاستعداد للانطلاق في التطوير والتعمير. أنا أتوقع اليوم أنه هذا الانتظار اللي بإذن الله أنه لن يتأخر، أعتقد أنه هذا هو قد يكون لسبب في ارتفاع الأسعار، بمجرد ما صدورها وانطلاق القطاع الخاص حيزيد العرض وبالتالي توازن في الأسعار. والله أبو سعد أنا ماني بعقاري، لكني ما أتذكر أن العقار نزل في يوم من الأيام، ما شاء الله في صعود. لا أنا أقول لك أنا أختلف معك، العقار نزل والعقار يترتب عليه خسائر، وفي ناس ممكن يشترون ويبيعون خسارة بعدين، يعني الكلام أنا أختلف معك فيه. طيب أنا عندي دقيقة واحدة، أسئلتي كثيرة لكني أبغى أختار سؤال واحد اللي هو برنامج الشريك اللي أطلق اسمه ولي العهد. نعم. كيف تشوف هذا البرنامج بالنسبة للاتحاد الغرف التجارية وأيضا بالنسبة لك كمستثمر؟ برنامج الشريك هذا يعني كون انه سمو ولي العهد هو يكون رئيس هذا يعني هذا البرنامج، هذا يدل على اهتمام القياده بالقطاع الخاص مره اخرى. اليوم برنامج الشريك ودعم للشركات، الشركات اللي عندها الاراده والرغبه انها تكبر خارج المملكه العربيه السعوديه، وهذا جانب الدوله. اليوم في ايضا الشركات الاستراتيجيه اليوم اللي هي تستثمر العلاقات الممتازه المملكه العربيه السعوديه حول العالم من الولايات المتحده الى اليابان، تستثمرها لصالح القطاع الخاص السعودي. احنا نقول لما الحكومة تسبقنا، نعم تسبقنا، ولكن تسبق لمصلحة القطاع الخاص السعودي اللي هو جزء مهم في الاقتصاد السعودي. احنا نبيكم تخففون العبء عن الكاهل الحكومة، ما تصير هي اللي انا اعتقد انه نجاح القطاع الخاص حيكون دعم للاقتصاد الوطني وبالتالي تخفيف العبء عن الحكومة. وسعد الحوار معك لا يمل، كنت اتمنى يكون معي وقت اطول لمزيد من الاسئلة. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا الليلة، أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. كان معي الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض. أنا خالد السليمان أودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة.